يا صباح الفل، بصبح على حضراتكم. بنبدأ معاكم حلقة جديدة من برنامج طعم البيوت. النهاردة معانا موضوع هام جدا، الدولة تنبهت ليه من عشرات السنين وبالفعل أخذت خطوات حاسمة كثيرة. وفي كل عام يوم 14/6 بنحتفل باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في مصر. أكيد المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني قامت بالعديد من الحملات التوعوية وحملات طرق الأبواب والعديد من الحملات اللي كان ليها مجهودات كبيرة جدا، اللي بالفعل قدرنا في خلال سنوات طويلة إن احنا نلمس مردود طبعا في تراجع نسبة ختان الإناث. ختان الإناث هو جريمة ترتكب في حق الطفل، انتهاك لخصوصيته الجسدية. أكيد في نقاط كثيرة محتاجين نتكلم عنها، لأنه للأسف لحد النهاردة لازال في عادات وتقاليد وموروثات بتؤصل هذه الجريمة في حق الطفل. يعني هنتكلم على كل ما هو جديد، هنتكلم عن هذه المجهودات المناهضة طبعا لختان الإناث. طبعا هيكون معنا النهاردة ضيفتنا الأستاذة صفاء حبيب، مسؤول ملف القضاء على الختان بالمجلس القومي للمرأة. وأيضا هيكون معنا ضيفتنا دكتور رندا فخر الدين، عضو اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث. الموضوع هام جدا، وإن شاء الله نتوصل لأهم الجهود. ولكن بعد يا صباح الفل على حضراتكم مرة تانية. هنبتدي مع حضراتكم دلوقتي فطارك عندنا. هنعمل النهاردة سلطة مكرونة قد إيه مغذية لطيفة جدا. خلينا نقول في البداية المكونات. المكونات بتاعتها أكتر من رائعة: مكرونة مسلوقة، جزر، كورن أو اسمه إيه؟ الذرة، ومايونيز. لكن خلونا دلوقتي نروح لتقرير مميز جدا، ونقدر نقول عليه تقرير فني من الدرجة الأولى. هو عن معرض فني بعنوان رؤى وإبداع عن فن الأرجيمي الياباني. الأرجيمي الياباني طبعا هيكون البطل في التقرير هو كيرولوس، الفنان كيرولوس من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنه تفوق على كل هذا. خلونا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل وحضرك وطعم البيوت. ابني اكتشفنا عنده موهبة فن الأوريجامي من 8 سنين. كان مرة راح ساقيته الصاوي في ورشة عمل أوريجامي هناك. الطفل الوحيد اللي كان في الورشة موجود هو اللي اتعلم الحمامة ازاي يعملها من الأساتذة اللي كانوا هناك اللي بيعلموه. فلما أعجبوا بيه وسقفوا له جامد قوي، عطوا له ورق أوريجامي أصلي وكتالوج أو مجلة فقلبيها رسمتين أوريجامي كرسم هندسي، فهو رجع مبسوط جدا بيها. لصمه البكم بس عنده نسبة سمع بسيطة جدا. فن الأوريجامي منقسم لثلاث أقسام. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده نوع واحد من التلاتة. ده عبارة عن مثلثات ورقة 4×6، بنجيب أفرخ كبيرة وبتتقطع في البيت عن طريق مقص، وكرولوس احنا بنساعده يدوبك في حاجة صغيرة قوي بالنسبة للعمل الفني ده بالظبط بتاع المثلثات. إن كان ربنا أخذ منه موهبتين، لكن أنعم عليه بموهبتين فوق الوصف. يعني أخذ منه موهبة النطق البسيط، وأخذ منه موهبة السمع البسيط، لكن إداله ذكاء خارق، إداله ذاكرة مش موجودة عند أي حد، ذاكرة تتخيل الشيء قبل ما يتولد. يعني حتى ساعات أنا بقعد أتفرج عليه وأشوفه هو بيطلع صورة وبيقعد يتني في الورق وبيقعد يعمل يعمل يعمل، أنا مش قادر أتخيل هو هيطلع إيه في الآخر. هو وحده اللي بيطلع الصورة وعنده القدرة على إنهاء الصورة كما هي موجودة في ذاكرته وكما هي موجودة. يعني فنان رائع بالفعل، وراء كل منحة، عفواً وراء كل محنة أكيد منحة ربانية من عند ربنا. هو أكتر من فنان. يمكن فنانين حتى كانوا بيعلقوا إنه هو لوحده اللي بيمسك الورقة، هو لوحده اللي بيطلع شكل إحنا نفسنا مش قادرين نتخيل هو كان إيه. سبحان الله، كرم من عند ربنا أكيد. خلونا نرجع مرة تانية لفطارك عندنا ونعمل سلطة المكرونة. طبعاً إحنا سلقنا المكرونة، ما بنسلقهاش قوي عشان ما تبقاش برضو معجنة. المقادير موجودة على الشاشة. هنحط فيها طبعاً شوية الجزر، تمام. وإحنا طبعاً هيكون معانا كورن أو اسمه إيه؟ ذرة مسلوق ومايونيز. وطبعاً
هنزود كمان شوية فلفل ملون عشان خاطر شوية القيم الغذائية تكون زيادة معنا. طبعا هنرجع ونقول يعني هي ممكن تكون مش للرجيم قوي، ولكن تنفع لو انت هتعمل مجهود عالي على مدار اليوم. المكرونة رائعة جدا كنوع من أنواع النشويات. المكرونة بتدي إحساس بالشبع فترة طويلة أو وقت طويل. خلينا نتكلم بس عن فوائد الفلفل الملون او الفلفل في المطلق. غني بفيتامين سي وكمان فيتامين اي للناس اللي بتحب تحافظ او الستات تحديدا على بشرتها. هو في رطوبه عاليه جدا فهيحفظ لك الترطيب في البشره، والاهم من كده كمان انه فيتامين اي يعني في نوع من انواع الـ يعني ان وشك هيبقى مش بس رطب، كمان في ليونه يعني انه الجلد مش هيبقى ناشف يعني. بس خلاص قطعنا الفلفل هنزوده على السلاد بتاعنا. اوكي بعد كده نحط الكورن او شويه الذره المسلوق. طبعا في معلبات تبقى كويسه جدا. اوكي ومايونيز، طبعا هي مش تنفع قوي للدايت للناس اللي عامله دايت، بس ممكن لو بدلنا المايونيز مثلا بمايونيز لايت ممكن شويه تمشي للناس اللي عاملين دايت. نزود شويه المايونيز. تمام خلينا نزود الملح شويه وبعد كده نقلب مره واحده. طبعا هرجع واقول تاني للناس اللي عاملين دايت يفضل بلاش ملح خالص، لان الملح للاسف بيخزن الميه في الجسم فبيدي احساس وهمي بالتخن. نقدر نقول بيبقى وشنا مليان، جسمنا شويه منفوخ، رغم ان ده ما بيكونش تخن ولكن شويه احتباس ميه في الجسم. طيب خلاص احنا كده تقريبا خلصنا السلطه بتاعتنا. خلونا نروح دلوقتي نشوف ابتكارات في المطبخ ونرجع نكمل معاكم طعم البيوت وفطرك عندنا. صباح الفل مرة تانية، مكملين معاكم طعم البيوت، ودي سلطة المكرونة. خلينا نشوفها مع بعض قد ايه بسيطة وسهلة. مكرونة مسلوقة، جزر، شوية كورن او اسمه ذرة مسلوق، ولو حبينا نزود فلفل الوان هتبقى طبعا رائعة جدا وفيها فيتامينز كتير، وطبعا معلقة مايونيز عشان خاطر يبقى طعمها لطيف. خلونا دلوقتي نحضر الشاي طبعا عشان ضيوفنا في خلال دقائق هيكونوا معانا. هيكون معانا الدكتور صفاء حبيب مسؤول ملف القضاء على الختان بالمجلس القومي للمرأة، وايضا هيكون معانا دكتور رندا فخر الدين عضو اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث. هنروح دلوقتي نشوف تقرير مميز جدا عن المشروعات الصغيره وايضا المنتجات اليدويه الجلديه. هيكون طبعا بطل التقرير ولد قدر ان هو من خلال مشروع الصغير انه يتحدى كتير من العقبات ويقدر يطور من مشروع. خلونا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل معاكم طعم البيوت. مهم منفذ منتجات جلديه وبشتغل بالطريقه اليدويه، مش بدخل اي مكان في شغلي. بشتغل ما بين شنط حريمي ورجالي ومحافظ برضو رجالي وحريمي، والمنتج الاكتر اللي بنفذه النوت بوك. او هو انا جربت حاجات كتير يعني، اشتغلت في النحاس، اشتغلت في الخشب، اشتغلت في اكتر من حرفه، في اكتر من ماتيريال، ويعني في الاخر ممكن نقول مش انا اللي اخترتها اكتر ما هي اللي اختارتني. انا ممكن مكان سكني كان قريب من مركز صناعه الجلود في مصر وشارع مجرى العيون، فكان بالنسبة لي يعني سهل ان انا احصل على الخامة وابتدي اجرب فيها الفن اللي انا تعلمته في الدبلومة. فمع يعني التمرين او الممارسة انا دخلت موضوع الجلود اكتر عن طريق الممارسة والقراية. وبعد كده لما يعني اكتشفت ان الموضوع فيه افريج من الشغل ممكن يتنفذ عليه اكتر، وتابعت فيديوز على اليوتيوب وابتديت يعني اطلع برودكت نوعا ما اكون راضي عنه، ابتديت اعرض دوت على فيسبوك وانستجرام، ابتدى الناس يعني يتعجب بالشغل، فابتديت اطور منه اكتر، ابتديت مع الوقت ان انا اتقن شويه الشغل يعني. فدلوقتي بس انا واصل لمرحله من يعني يعتبر الشنط او المحافظ او الحزام او كده هي مكملات
لللبس او الفاشون يعني. والخطوه الجايه ان شاء الله انا بحاول اطور وادخل مجال الفاشون اكتر، ان انا اعمل سكيرت او اعمل بنطلون او حاجه من الجلد طبيعي. الفتره اللي احنا فيها شويه ممكن الشباب بتميل للحاجات او المجالات اللي فيها مكسب سريع، او يعني مش بيشوفوا ان في مجال زي دوت ممكن يكون في البدايه بيبدا كهوايه، بس هو في ارض الواقع يعني والبيزنس هو مجال كويس جدا، ان هو يقدر لو حد حابب ان هو يشتغل في حاجه زي كده مع المثابره والصبر اكيد بيكون في شيء مثمر يعني في النهايه. صباح البيوت بكل الناس اللي فيها، أولادنا وأحفادنا وأجدادنا ولمة عيلتنا. صباح البيوت بكل الناس اللي فيها ولمة عيلتنا وفطارك عندنا في طعم البيوت. بصبح على حضراتكم مره ثانيه، مكملين معاكم في طعم البيوت وضيوفي نوروني. هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا، زي ما قلنا في المقدمه يعني في جهود ويعني مجهودات على مدى عشرات السنين من اجل مناهضه العنف الجسدي تجاه الطفل، خاصه الاناث، ظاهرة ختان الإناث اللي متأصلة في المجتمعات العربية، ولكن إحنا كمجتمع مصري تنبهنا ليها منذ سنوات طويلة، وبالفعل كان في مجهودات كتيرة جدا لمناهضة هذه الظاهرة. خلوني أرحب بضيوفي الأستاذة صفاء حبيب، رئيس وحدة أو مسؤول ملف القضاء على الختان بالمجلس القومي للمرأة. منورانا أستاذة صفاء. أهلا بك. كمان منورانا دكتور رندا فخر الدين، عضو اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث. منورانا يا دكتور رندا. يعني في البداية خلونا نتكلم عن هذه الظاهرة، ولها ما لها وعليها ما عليها، وأسباب كثيرة مرتبطة بها من عادات وتقاليد ومن إلصاقها الجبري بالدين، وهي بعيدة كل البعد عن الدين. بس هنتكلم عن هذه الظاهرة، إيه هي المجهودات؟ يعني خلونا نبتدي من الآخر للأول، مجهودات لمناهضة هذه الظاهرة. الحقيقة إن هي مش عايزة أسميها ظاهرة، هي جريمة. جريمة. يعني ندي المسميات، الأشياء مسمياتها الصحيحة. هي جريمة، لأنها إن لم تكن جريمة فلن يعاقب عليها قانون. وكمان إحنا مش بنعاقب عليها بس، لا ده إحنا عملنا قانون بيجرمها، وكمان بيغلظ هذا القانون بعد كده، وأصبح إن هو بيمتد كمان لكل من يصطحب أنثى لهذه الجريمة. طيب خلينا نكون واقعيين، هل جريمة ختان الإناث اختفت من مصر؟ أكيد لا، أكيد لا. إذن لازال بالرغم من القوانين الرادعة والعقوبات المغلظة، لازالت هذه الجريمة ترتكب، لأن الجريمة في الأصل بترتكب علشان قلة الوعي. فطول ما احنا مش واصلين للناس بالرسالة السليمة، التعريف، يعني هقول لحضرتك زي ما حضرتك قلتي في البداية، هنبدأ بالجهود اللي اتعملت منذ تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث. واللجنة الوطنية دي أهميتها بترجع لأنها بتضم والأول مرة كل الجهات المعنية بهذا الملف، الوزارات، المؤسسة الدينية، الكنيسة ووزارة الأوقاف والأزهر، بتضم المجتمع المدني، بتضم المجالس المتخصصة. فكل المجموعة دي كلها بالضبط استطاعت إن هي تعمل حاجة على الأرض، مش كأول حاجة تعمل على الأرض، لا، في اللي على الأرض تعمل كتير، بالدليل ان احنا احصاءاتنا في اخر كانت في 2008 كانت حوالي حاجه و70%، بقينا حاجه و60% في 2014، ولسه ما اتعملتش دراسه ثانيه عشان نقيس مدى التقدم في هذا الملف. لكن الجهود دي كلها عملت ايه؟ لما بننزل في الارض وعملنا قوافل في كل مصر، في كل محافظات مصر، بنتكلم مع الناس واقفين في الشارع،
بنتكلم مع الناس وبنديهم الرسائل الصحيحه، بنتكلم بلغتهم وبنتكلم بالناس من معاهم. يعني احنا الناس المشتركين معانا في اللجنه، ويمكن دكتوره رندا كمان عارفه من الناس اللي جانا الحمايه اللي موجوده، الفروع المجلس القومي للمراه اللي موجوده في المحافظات بيتكلموا مع الناس. فوجئنا الناس بتقول لنا احنا اول مره حد ينزل يتكلم معانا، انتوا ليه مش بتقولوا الكلام ده في الاعلام؟ انتوا ليه ما بتوصلوش الرساله؟ بيبقى عندهم مفاهيم غلط، عندهم معلومات غلط، بالرغم من حملات طرق الابواب اللي بتروح لهم لحد بيوتهم من طبعا دي مجهودات المجلس القومي للمراه. حملات طرق الابواب بالمجلس القومي للمراه طبعا احنا بداناها في كذا مجال قبل كده، والحمد لله حققت نجاح ما كناش نتوقعه، وكمان عمل استجابه ما كناش حاسين ان هي فعلا في استجابه زي كده في الارض. قد كده الناس متعطشه للمعلومه الصح من مكانها الصح. لكن حاليا حملات طرق الابواب دي لسه بادئه من شهر تقريبا. لا من سنوات بالفعل، يعني خلينا نقول انها يعني مثلا سنوات. احنا عملنا معا في خدمه الوطن دي كانت حملات طرق ابواب، عملنا في مجال اختيار المرشح في السليم. بس اسمحي لي معلش يا استاذه، يعني بالفعل التوعيه باهميه مناهضه ختان الاناث دي كانت من سنوات بالفعل شغاله، ومجهودات احنا ما ينفعش ان احنا ننكرها. لا خليني طبعا احنا مش بننكرها بالظبط خالص، لكن بقول لحضرتك ازاي تتضافرت الجهود كلها بالظبط اكيد حاليا يعني بالفعل، لان الملف كبير قوي صعب ليها واحده تتحمله. دكتور رندا، يعني هرجع واقول نفس النقطه اللي احنا بدانا منها، الجهود موجوده بقالها سنوات بالفعل، في النسب قلت ولكن الجريمه مش هنقول انها ظاهره لازالت موجوده في المجتمع المصري بالرغم من القوانين الرادعه والعقوبات المغلظه. يمكن زي ما قالت الاستاذه صفاء ان كان في خطا في الرساله الاول، احنا دلوقتي ابتدينا نواجه الرساله الصح. يعني الخطا كان ايه وايه هو التصحيح ليها؟ كان مجرد الكلام مع الناس كان بيتكلم مع عواطفهم ان في جريمه، الجريمه دي هتسبب مضاعفات خطيره للبنت، فحاولوا ما تعملوهاش عشان البنت ما تموتش او ما يحصل لهاش مضاعفات صحيه. فابتدت الاهالي تخاف على بناتها، فبدل ما يوقفوا الممارسه ابتدوا يتجهوا للاطباء. فابتدت الممارسه بدل ما بتتعامل عند الداية او بتتعامل عند حلاق الصحه بقت تتعامل عند الطبيب. فالنسب بدل ما ابتدت تقل، لا هي موجوده بس اتجهت من مكان لمكان اخر او من ممارس لممارس اخر. فكانت المشكله هنا ان كانت الرساله غلط. التغيير في الرساله ده ابتدى من سنوات قليله جدا. ان احنا ابتدينا نتكلم بقى لا على الجانب القانوني والجانب الحقوقي. احنا عندنا والتغيير ده حصل بعد وفاه بدور. في 2007 14/6/2007 اللي هو تاريخ اليوم القومي لعدم التسامح مع ختان الإناث. التاريخ ده هو اللي عمل تغيير في كل حاجة، لأن احنا بعد 14/6/2007 صدر الفتوى بتحريم ختان الإناث. 2008 صدر قانون تجريم ختان الإناث. فبالتالي أصبح عندك خلاص في تضافر في الجهود من قبل طبعا مشيخة الأزهر وأيضا مؤسسات المجتمع المدني. فأصبح الكلام على إنها عادة أو على إنها ظاهرة غير مسموح به. إحنا بنتكلم دلوقتي على جريمة، وبنتكلم على حاجة بتأثر على طفل صغير غير قادر إنه يدافع عن نفسه، دي طفلة من حق الدولة إنها تدافع عنها. فالرسائل ابتدت تتغير، مع تغيير الرسائل ده هياخد وقت بقى إن أوصل الرسالة الجديدة ديت إنها تدخل في المجتمع وتفهم الناس إن اللي بيتعمل ده جريمة في حق بناتكم وإنها غير مسموح بيها، ده هياخد وقت. فعشان كده إحنا محتاجين بقى الفترة الجاية تظافر الجهود فعلا، زي ما ابتدى المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة مع المجلس القومي للسكان مع المجتمع المدني مع وزارة التضامن مع وزارة الثقافة مع وزارة الشباب والرياضة، كل الجهات دي، وزارة الصحة طبعا، كل الجهات دي تبتدي تشتغل. والأهم كمان إن يدخل معانا وزارة التربية والتعليم إن يدخل في المناهج التعليمية، نبتدي زي ما حصل في المناهج التعليمية السنة دي في أولى إعدادي، نزل في منهج الدين كلام عن ختان الإناث وإن هو مش في الدين. ودي كانت بداية وخطوة جريئة جدا إنه ينزل في منهج الدين حاجة عن ختان الإناث. فإحنا محتاجين نبقى أكتر بقى. أنا مش عايزة من أولى إعدادي، لا ده أنا عايزة من ابتدائي نبتدي نتكلم. عايزين الأطفال نفسهم هم اللي يدافعوا ويقولوا لا، البنت نفسها تقول لا أنا مش هقبل إن أنا جسمي يستباح. لأن الختان ده بيساوي بالظبط زي الاغتصاب، إن البنت تتعرض لقطع جزء من جسمها
في مرحلة عمرية هي لسه في مرحلة زهرة تكوين وردة بتتفتح. 19 سنين طبعا بنت غير قادرة عن الدفاع عن نفسها، غير قادرة انها تقول لا. فلما انا اديلها الوعي واديلها ازاي حتى طريقة انها تبلغ عن المكان، انها تكلم مثلا 16000 وتقول انا بتعرض لعنف، تبقى عارفة ان ده غلط وما ينفعش ان هو يمارس عليها. كل ده لو هي تقدم لها في معلومات، سواء في التعليم، سواء في ندوات، سواء في أنشطة بتتقدم من خلال المراكز الشباب، كل ده هيساعدنا في ان احنا نوصل التوعية. زي ما حضرتك قلت، انتوا غيرتوا الرسالة التوعوية من حفاظا على او خوفا على بناتكم. ليه؟ دي جريمة، يعني انه مش المفروض انها ترتكب لانها جريمة في حق الطفل او في حق البنت. اكيد في رسائل اخرى للتوعية طبعا بالتضافر مع جهود اخرى او منظمات اخرى في الدولة. ده اكيد طبعا. انا زي ما بقول لحضرتك، هو احنا ابتديناها بالقانون. قبل القانون طبعا كان عندنا التحريم، لان انا كان لازم اخد السند الديني، لان انا كان عندي مشكله في حته ان هي اصل ديت من السنه النبويه، وطبعا ده غير صحيح تماما، لانه لا في السنه ولا في القران اي حاجه بتدعو لتشويه الاعضاء التناسليه للاناث، لان ده مش ختان الاناث. ده يمكن المسمى احنا بنقوله عشان خاطر بس المجتمع يتقبل الكلمه، ان المجتمع بيكون عارف ان هي عاده افريقيه. يعني هي بالظبط عندنا دول عربيه والدول الاسلاميه ما فيهاش العاده دي او الجريمه دي اصلا خالص، مش موجوده عندهم. فالفكره ان الناس معتقده ان، وفي دول عربيه للاسف لا زالت بتعاني، ولكن نقدر نقول في صمت ان ده جرت العاده والعرف، وطبعا في الصاق تجاه الدين، وهم مش بيرفضوا ده. دول بس عربيه مزبوط. لكن الغالبيه العظمى من الدول العربيه يعني بالفعل كمان يعني، عشان كده حتى حضرتك بتلاحظي ان كل ما اتجهنا جنوبا كل ما اشتدت هذه قسوه الختان الممارسة نفسها، الممارسه نفسها. يعني بالفعل يعني في دول لازم نذكرها طبعا، من الدول اللي تحررت من هذه الجريمه زي تونس ولبنان، طبعا من اكثر الدول اللي بالفعل تحررت من هذه الجريمه. وما كانتش موجوده الا كانت بنسب قليله في تونس، ده طبعا كانت نسبه بسيطه جدا، ولكنها تحررت منها من سنين بالفعل. مش موجوده، لا بس اوضح النقطه ديت. هي اساسا ختان الاناث ما كانش موجود غير في 28 دوله، الغالبيه العظمى منهم هم في افريقيا، وهي الدول اللي احتلت من الحبشه. فالدول كلها، يمكن هي الدوله الوحيده اللي خرجت بره افريقيا كانت اليمن. لكن كلها حتى شمال افريقيا كله ما فيهمش غير مصر، يعني لا ليبيا ولا تونس ولا ما عندهم ولا المغرب العربي ولا الخليج العربي، ما فيش الخليج العربي ما فيش فيه ختان، اسمحي لي. لا يعني وفقا لمعلوماتي انا من المجلس القومي للمراه، بالفعل موجوده هذه الظاهره، ولكن هم مش شايفين انها جريمه. لا لاسباب أقول حاجة معينه حاجة. لا نوضح بقى النقطه دي عشان النقطه دي لازم حضرتك تبقى واضحه بقى للناس. الخليج العربي ما فيهوش ختان، اللي بيعمل الحاجة دي هناك هم المصريين أو السودانيين اللي موجودين هناك، لكن السعوديين نفسهم أو الإماراتيين نفسهم هي موجودة في اليمن بس وفي العراق في كردستان، لكن بقية الخليج العربي وبالنسبة لسلطنة عمان النسبة قليلة جدا، بتتعمل حاجة اسمها الفراكشن، بتتعمل برضو في الجبال هناك، وده انا يعني انا سافرت عمان وشفت اللي بيتعمل هناك، بتتعمل زي البنت أول ما بتتولد وبتتعمل بالفراكشن اللي هو النظام الضغط، ما بتتعملش بالقطع. وده حتى موجود في منطقه صحراويه. يعني احنا هقول لحضرتك نظام جريمه الختان بمعناها وبطريقتها اللي معروفه في افريقيا مش موجوده مثلا في محافظه زي مطروح. بالظبط. تمام. المجتمع الصحراوي ما عندوش الختان خالص. تمام. ساعات بيلجا الى الطريقه الاخرى زي الضغط زي ما الدكتوره رندا وضحت، لكن في الاصل هي عاده افريقيه لا علاقه لها بالدين ولا لها علاقه بالعفه ولا لها علاقه بالادب بالفعل. ولا لها علاقه باي شيء غير ان هي الفكر توارثوا من جيل لجيل بصوره خاطئه. مظبوط، ونقدر نقول ادوها طابع ديني وهي بعيده اكيد عن الدين. خلينا دلوقتي نطلع نشوف تقرير عن راي الناس لمناهضه ظاهره او جريمه ختان الاناث. نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. We'll be right back.
كلمه بشعه طبعا. الناس هي متعوده من زمان الحاجات دي، خاصه في الارياف والمناطق الشعبيه، ولكن دلوقتي الناس بدات تفهم ايه حدود الحاجات دي وايه حدوثها بالنسبه للبنت. مؤتمر اخير للدكتوره مايا مرسي مجلس قوم للمراه، وعامله مجهود جميل جدا مع الساده اعضاء المجلس، وبيوعوا الناس. وعلى فكره هم مش بيستنوا للقاهره بس، بيروحوا النجوع والكرة، وان المجلس بيسافر وفي مناديب مندوبات فضليات يعني في جميع المحافظات. عفة المرأة بتيجي من التربية ومن التدين ومن الأخلاق ومن الأم والأب. التربية اللي بتيجي والتعليم اللي بتعلمه في المدارس وفي صحباتها والحاجات دي، هي ده اللي بيجعل، وثقافتها هي اللي بتجعل العفة هي اللي فيها أو ما فيش. أنا برفض إن فكرة الختان للأنثى، لأن ده إهدار لعفتها ولكرامتها، وإهدار إن هي وكلام الناس اللي هم الجهلة اللي أذوا بناتنا كتير قوي، وده كان بيسبب في نسب طلاق عالية جدا والكلام من ده. ده ما كانش مفروض من أصله ان في ختان. احنا بنتبع الشريعه الاسلاميه. بشجع ان احنا نبقى في توعيه خاصه في مناطق السعيد، وبالعكس البنات المصريين الحمد لله كلهم عندهم عفه واخلاق، وما نخافش عليهم ان احنا ايه نمنع الختان ده. هو جريمه دينيه وانسانيه، دي في المقام الاول، دينيه وانسانيه، لان اصلا الانسان لما بيتجرح بيتالم اصلا، فده جرح صعب جدا 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 جدا. والام والاب اللي بيعملوا الكلام دوت اصلا بيبقى حرام عليهم نفسيه الطفل، لما بيفتكر، لما البنت بتفتكر لما بتكبر بتبقى حاجه مؤلمه بالنسبه ليها، ده اغتيال معنوي. ما ينفعش ان احنا نقطع حته من جسم البني ادم، احنا كده بنقطع حته من جسم البني ادم، كده خطر عليها، وساعات في حالات بتموت. أكيد إحنا من يعني من عام 2005 لعام 2014 كان في إحصاءات كثيرة جدا على انخفاض النسبة في ختان الإناث. بالفعل عام 2005 كانت نسبة الختان حوالي 96%، أما عام 2014 فكانت النسبة 92%، يعني تقريبا من 15 ل 49 سيده. يعني برضو اكيد لحد النهارده 2045 من سن 15 لحد سن 49 كمان، يعني مع تقدم السنوات بقى الوعي اكبر، اكيد النسبه بقت اقل بكتير. بالظبط، بس هي المشكله احنا جت فتره اللي بعد 2011 حصل زي انتكاسه كده، وابتدى الوعي بتاع الناس يتلعب فيه، وان هذه الممارسه من الدين، وان احنا ابتدت تنزل قوافل مجانيه لختان الإناث. يعني الحملات بقت تنزل ايام حكم الاخوان، بقت تنزل بعروض، يعني لو جبت بنتين هنعمل لك تخفيض، ولو جبت ثلاثه التخفيض هيبقى اكتر، فكان احنا عندنا رده. وزي ما الدكتوره رنا كانت وضحت ان في افكار بيتعمد زرعها في المجتمع المصري، او جرائم بيتعمدوا تحليلها علشان انهيار المجتمع اكتر. بالظبط، فدي بتبقى وسيله من وسائل السيطره على المجتمعات، هو تجهيلها ونشر الجرائم فيها او ممارسات ضاره بالانسان. فطبعا كان في رده كبيره جدا في فتره 2011 2012 لغايه ما قدرنا ان احنا طبعا، يعني هقول لحضرتك برضو مش سهل انك تنزلي بقوافل وتنزلي بناس وتخبطي على البيوت وتكلمي الا اذا كان في اراده سياسيه مسانده تماما، مسانده تماما للحمايه. حتى في الاستراتيجيه اللي اعلنها السيد الرئيس، استراتيجيه تمكين المراه 2030، فيها محور كامل للحمايه. يعني ودي لاول مره ان احنا بنقول ان في زي في تمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي، لا، في محور حمايه داخل فيه الختان، وازاي ان احنا نحمي بناتنا منه. حضرتك كانك بتستعيدي تاني او بتستردي تاني حقوقك اللي فقدتيها من 2012 لغايه
نهاية 2013 بجد احنا بنحاول نتكلم عن الانتكاسه اللي حصلت في النساء. طبعا لان احنا هقول لحضرتك كانت واضحه قوي بقى في المسح السكاني الصحي 2008 احنا كنا وصلنا في الختان ل 91.1 لما اتعمل 2014 بقينا 92. يعني حضرتك قلتي 2005 وقلتي 2014 ما قلتيش 2008. 2008 احنا كنا 91.1 يعني كان في نسبه تحسن عظيم. للاسف جت الانتكاسه في 2000 بقينا 92 فرجعنا زدنا تاني. هو التحسن حصل في المرحله السنيه بتاعت من 15 ل 17 سنه. وده الحمد لله ان احنا بنعتبرها دي طفره وانجاز اكيد المجهودات وان احنا ننزل 13% بالظبط 13% نزلت. فدي طبعا نسبه كبيره جدا جدا بالنسبه للمجهودات كمان اللي اتعملت. كنا 74% بقينا 61 بالظبط. واحنا طبعا لسه عندنا امل كبير جدا في الفتره الجايه لما كل الناس بقى تشتغل. حضرتك عارفه لما كل الناس تشتغل في نفس الوقت على الارض. احنا حتى ما بيننا اللجنه الوطنيه اعلنت كمان عن جايزه الدكتور عزيز حسين وماري اسعد للقضاء على الختان. وده بيستهدف هيبقى فيها ثلاث جوائز. الجائزه الشخصيه عامه يعني اثرت بصراحه الملف دوت وعملت فيه مجهودات كبيره جدا سواء في مصريه او دوليه علشان وقف هذه الجريمه. وكانت واول واحده الحقيقه ان هي فازت بها عن جداره كانت السيده السفيره مشيره خطاب. لان احنا استحاله ننكر ان ازاي الملف ده اتفتح بقوه شديده وازاي اتعمل مجهودات شديده جدا اياميها علشان يصدر القانون وخلافه. وحاليا احنا بنتلقى المجلس القومي لطفولة الأمومة والمجلس القومي للمرأة بنتلقى الترشيحات للشخصيات تستحق هذه الجائزة الرفيعة حقيقة. لأن الشخصيتين دول يعني عزيز حسين وماري أسعد الحقيقة لما كان الناس مسكوت عن الجريمة تماما فتحوها واتكلموا فيها وعملوا انشطه فيها. ايما كانت نقدر نقول عنها خط احمر بالظبط او محطوطه في التابو اللي هو ممنوع تقترب منه. ويمكن كمان كان في مؤسسات في الدوله يعني كانت لما نروح نتوجه لها علشان نتكلم في القضيه قالوا لا بلاش بس موضوع الختان. نتكلم عن صحه المراه ونتكلم عن الصحه الانجابيه ونتكلم عن كذا بس ما حدش يفتح موضوع ختان الاناث خوفا من رد فعل المجتمع على الشارع. وده يحسب للمجتمع المدني بالزبط. يعني دكتوره عزيزه حسين جامعه القاهره لتنظيم الاسره كانت اول من طرق فعلا القضيه ديت واشتغل عليها. والكلام ده كان يعني في السبعينات بالظبط. فعلا كانت كونهم انهم يتكلموا. وماري اسعد لما عملت الدراسه اجتماعيه عن تاثير الختان في المجتمع حاجات ما حدش كان يتخيل ان حد ممكن يتكلم فيها بهذه الجرأة. طيب خلينا نتكلم عن تأثير الختان. يعني يمكن كتير من اللي بيسمعونا دلوقتي او بيشوفونا سمعوا كتير عن الجهود والمجهودات المضنية في قتل هذه الجريمة في المجتمع ان احنا خلاص ما بقيناش نشوفها. لكن خلينا نعيد تاني على مسامعهم مرة اخرى يعني الضرار البشعة للختان لختان الإناث. يمكن اهم حاجه واكتر حاجه انا بحب اتكلم عليها ودايما اقولها الضرر النفسي الصدمه النفسيه اللي بتتعرض لها البنت لما حضرتك من ساعه ما بتتربى. احنا كمجتمع شرقي بنربي بنتنا على ايه؟ على انك انت خدي بالك لازم تحافظي على نفسك. المكان ده حساس جدا مش المفروض ان حد يشوفه غريب. وبعدين فجاه بدون سابق انذار ناس غرب بيتعرض عليهم المكان ده وبيقطعوا جزء منه. فطبعا شيء قاسي جدا. المشكله الاكبر ان هو بمباركه الاهل. يعني انا بشبهه ان هو اغتصاب مبارك من الاهل. وليه؟ هي اخطات في ايه؟ انا بتخيل البنت ساعتها بتفكر هي في مش إيه؟ فاهمه هو ايه اللي حصل؟ انا غلطت في ايه؟ انا عملت ايه؟ بالظبط دي عقوبه شديده جدا عشان انا عملت ايه؟ بالعكس الاثر النفسي بيفضل مستمر معاها. يعني احنا يعني عايزه اقول لحضرتك مواقف من القوافل اللي احنا بننزل نتكلم مع الناس. تلاقي مثلا واحده تقول ايه انا ما كنتش فاهمه في ايه ما كنتش عارفه انا عملت ايه. وبعدين بعد كده هي مش فاهمه ليه الولاده لما جت تولد مش معنى هي عندها صعوبه شديده جدا جدا. ودي الاثر الصحي اللي احنا هنتكلم عنه يمكن دكتوره رندا برضو تتكلم عنه ازاي ان هي في اثناء الولاده في صعوبه شديده جدا في الولاده وفي مضاعفات في الولاده. ليه هي مش قادره ان هي تقيم حياه زوجيه سعيده مع جوزها؟ ليه جوزها طلقها؟ احنا عندنا حالات بتوصل لدرجه الطلاق. ليه؟ لان برضو لنفس الوجود اللي خلاص هي نفسيا وصحيا
وجسمانيا بقت رافضه او جواها حاجز نفسي خلاص ما بين ما بينها وما بين اي شخص حتى لو كان جوزها. فهي ما بقتش فاهمه في ربكه في مخها بيقول لها طب انا منين ان انا في ادب وفي اخلاق وفي تربيه و وفي الاخر الاقي نفسي في الموقف دوت مع ناس غرب زي ما الدكتوره رندا وضحت. وبعد كده ده بيتطور وبعد كده لا انا بيبقى ليا زوج. ففي دلوقتي خلل في خلل في خلل في خلل احنا بنعمل خلل. بفكر يعني انا بعمل لها حاجات متناقضه يعني فعلا بخلي البنت تخش فين المفروض ان هم يحموني لا ده هم اللي عرضوني للموقف دوت. فبالتالي ده بيعمل حاجز كمان بينها وبين اهلها حاجز فقدان ثقه لان انتوا المفروض اماني وحمايتي انتوا ما قدمتوليش ده يعني دي نقطه مهمه جدا بالظبط. وبعد كده بقى زي ما حضرتك قلتي كده الجزء بتاع بعد كده لما تتجوز طيب انتوا خوفتوني من المكان ده جدا وبعدين بتطلبوني دلوقتي ان انا ادي لزوجي حقوقه وانا مش قادره لان انا خايفه انا مرعوبه من المكان دوت من اللي انا تعرضت له من التجربه السابقه بالظبط. ده نقطه لما تيجي تولد بقى المكان ده ربنا خلقه سبحانه وتعالى ان هو عامل زي الاستك مرن عشان يسمح بولود جنين نزول الجنين يعني انا استشاري نساء واولاد اساسا فما بنيجي نولد الستات في اي مكان في العالم حضرتك المكان ده كل اللي بنعمله ان احنا بنسند تحت المهبل عشان الجنين ينزل وخلاص موضوع سهل جدا. هنا لازم بنقص لان انا حولت المكان ده من مكان مرن زي الاستك لمكان اصبح متليف بقى عامل زي الورقه لو حضرتك شديتي على ورقه يحصل ايه؟ تتقطع تتمزق. فالتمزق العشوائي يخليني ابقى صعب جدا اخيطها فبالتالي بنضطر نقص عشان خاطر انزل الجنين واخيطها تاني. كل دي مشاكل بتمر بيها غير بقى المضاعفات اللي ممكن تحصل لها ساعه ما بتتعمل الجريمه نفسها. بالظبط. ممكن يحصل لها نزيف، تحصل لها تشوهات، يحصل لها نتيجه حركه البنت لو هي مش واخده بنج ممكن تتكسر. وهي ما بتاخدش بنج بالفعل ودي يعني في يعني الجريمه عنيفه بكل معاني الكلمه. بكل معاني الكلمه. عنيفه نفسيا قصوة. قبل ما تكون جسديا. هي مقصود على فكره. بالظبط. هي مقصود فيها القسوه، انا عايزه اكسرها. هي الغرض منها هو كسر البنت عشان ما تبقاش ليها القدرة على المواجهة، القدرة ان يكون ليها رأي. انا بكسرها عشان ما تبقاش ليها اي دور، ما يبقاش ليها شخصية، ما تقدرش تتكلم. هو ده اللي احنا هو ده فكرة الجريمة دي او فكرة القتال. ان انت تغتال نصف المجتمع بشكل نفسي قبل ما يكون جسدي. يعني حضرتك مثلا في احدى القرى سوهاج في سيدات لما اتوعوا عن طريق طرق كتيرة زي الشغل كله اللي كان معمول في الأرض من جمعيات ومنها على فكرة أشخاص يعني حتى كنت بتكلم على جائزة ماري أسعد. ماري أسعد معمولة ثلاث جوائز شخصية عامة ومبادرة أو عمل مدني وكمان ممارس ميداني نزل الأرض واشتغل حتى لو ما كانش منتمي لأي جهة حتى لو ما كانش منتمي لأي جمعية. فمجموعة سيدات في سوهاج لما وصلهم التوعية وقاسوا ده فعلا وشافوه يعني يمكن إحنا بنتكلم عن بذور لا في كتير في بنات كتير احنا عارفين منهم كام في ضحايا مش عارفين فيهم ضحايا احنا عارفين منهم كام لكن ومين اللي تعرف ومين اللي ما تعرفش. فالسيدات بقوا يعملوا ايه؟ بقوا يجمعوا يعرفوا مثلا ان بكره فلانة هتختن بنتها يقوموا مجمعين بعض ورايحين قاعدين على الباب مستنيين اللي جاي بيمنعوهم الدخول. يعني دي قوة المجتمع دي قوة المجتمع دي قوة التوعية قوة المرأة. طب ده رائع جدا. دكتور رندا خليني اتكلم في نقطة أهم حاليا وهي نقطة مادة 242 من قانون العقوبات. اتكلمنا عن الجريمة لازم نتكلم عن العقوبة وتغليظها. التغليظ كان مهم جدا لأن كانت العقوبة في 2008 احنا كنا بعتبرها يعني ايه 1000 جنيه ولا حاجة خالص يعني فعلا كنا حزنة ولا حتى 6 شهور حاجة خالص ما كانش بياخدها كمان ما كانش بيتعاقب لأنه هي المشكلة كمان في القانون قناعة القائمين على تنفيذه ان انا لازم اقتنع بهذه الجريمة عشان اطبقها بقوة. لما طالبنا بقى بعد موت ميار ان يا جماعة لا احنا بناتنا عملت موت فكان لازم يكون في تغليظ للعقوبة اتغلظت بقت من 5 لـ7 سنين وكمان كل من يصطحب الفتاة او الطفلة لهذه الجريمة لهذه الممارسة هياخد عقوبه من 1 لـ3 سنين. ده كان يبقى خلينا نقول العقوبه مره اخرى من 5 لـ7 سنين
ليه اللي هيعملها القائم بالعمل للممارس للممارس سواء طبيب بقى بهذه الجريمه لا صح اي حاجه وكمان من خمس لسبع سنين خمس لسبع سنين سجن سجن مشدد واللي هيصطحب البنت كمان يعني ولي امر البنت ولي امرها او من يصطحبها من سنه لثلاث سنين من سنه لثلاث سنين عقوبه سجن مشدد يبقى الجده اوقات اي حد ممكن الجده تاخد الطفله وتروح ومدى تطبيق هذه العقوبه لان طبعا في قوانين للاسف هي المشكله بقى مش في التطبيق قد ما هو في الابلاغ هذه المشكله احنا يمكن دي الحاجه اللي بنتكلم عليها في حته ان احنا معانا حته القانون محتاج مراجعه شويه انا عايزه يطبق بغلظه بس لازم ادي براح شويه للاهل عشان يبلغوا لان اصبح عندي مفيش بلاغات الناس مفيش بلاغات للاسف للاسف بتخاف تبلغ عشان خايفين على نفسهم بس يا دكتور رندا انا يعني يوم اعلنا في اللجنه الوطنيه عن الختان الخط لنجده الطفل 16000 خلينا نقول رقم 16000 هو رقم اصفار علشان اسمحي لي يا استاذه يعني رقم نجده الطفل هو 16000 كمان بتستقبلوا عليه البلاغات ضد اي انتهاكات لحقوق الطفل سواء كمان الجسديه او حتى النفسيه هنرجع ونقول الموضوع اكبر من شائك لان للاسف ليه مرجعيات كثيره وللاسف مترسبه في المجتمع ولكن مع حملات التوعيه وحملات طرق الابواب وتكاتف مؤسسات الدوله اكيد الظاهره دي هيجي يوم وهتختفي بنسب كبيره جدا هي قلت على مدى السنين اللي فاتت واكيد هنوصل بكل هذه المجهودات والتضافر من مؤسسات الدوله والمتطوعين ايضا والمجتمع المدني هنوصل لاختفاء هذه الجريمه من المجتمع المصري بالقوانين وايضا بتغليظ العقوبات وبتضافر المجتمع للتبليغ عن هذه الجريمه. انا بشكركم شكرا جزيلا سعدت بوجودكم جدا معايا الأستاذة صفاء حبيب مسؤول ملف القضاء على الختان بالمجلس القومي للمرأة نورتيني. ميرسي جدا. كمان دكتور رندا فخر الدين عضو اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث كمان نورتونا وأفدتونا شكرا جزيلا ليكم. ودي كانت حلقتنا للنهارده من طعم البيوت استنونا بكره إن شاء الله وفريق عمل جديد.